وحول تكليف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، ينضم إلينا هاتفيا الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة. دكتور، كيف ترى التشكيل الحكومي المرتقب، خاصة وأن الرئيس أوضح أنه يهدف إلى تحقيق التقدم المرجو ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية؟ خلينا نقول ان هو طبعا تجديد الثقه في الدكتور مصطفى لدوره طبعا المقدر جدا في المرحله اللي فاتت في مواجهه التحديات الكبيره اللي مرت بها مصر زي ازمه كورونا والحرب الروسيه الاوكرانيه. وطبعا هو بالنسبه له الدكتور مصطفى في عقده تحقق معدلات كبيره جدا في حياه كريمه، واللي شفناه طبعا في الاستثمارات اللي تحققت زي الاستثمارات اللي حدثت في راس الحكمه. نعم. التغيير طبعا احنا محتاجين التغيير في الوقت ده، لان احنا محتاجين نطور الاداء فيما يتعلق بالملف الاقتصادي بشكل اكبر بشكل احسن من اللي احنا فيه، نستقبل استثمارات جديده، نطور من الصناعه، عايزين نشوف الزراعه بشكل اكبر، تكنولوجيا كما تحدث السيد الرئيس، تطوير السياحه وما الى ذلك من الامور الاقتصاديه وتنميه الاستثمار. ايضا برضو الاهتمام بالوزارات الخدميه زي التعليم والصحه وغيرها اللي ليها مساس بالمواطن بشكل مباشر. خلينا نقول ان اهم من التغيير نفسه ان هو بالنسبه لنا السياسات. احنا شفنا في تكليف السيد الرئيس للوزاره شفنا خطوط واضحه واضحه جدا لشكل الدوله المصريه، حط ملامح الامر الرئاسي او التكليف الرئاسي ملامح القادم فيما يتعلق بالملف السياسي ومزيد من فتح المجال في الجزء السياسي، واضح محددات اقتصاديه واضحه جدا، تكلم على بناء الانسان المصري واهميه التماسك الاجتماعي وقضيه الهويه وقضية ان احنا بالنسبة لنا تقديم منهج وسطي معتدل في التعامل مع الفكر في مصر. على الحقيقة برنامج الرئاسة برنامج حقيقي طموح يعبر عن الآمال المصرية. خلينا نقول ان الحكومة اللي جاية محتاجة حكومة ليها حساسية معينة عشان الأوضاع اللي بيمر بها الإقليم، الملفات الاقتصادية، عايزين الشعب يحس بثمار الإنجاز والتعب والشقة اللي حصل في العشر سنين اللي فاتت. عشان كده احنا محتاجين حكومة اقتصادية فيها درجة من الاحترافية، لها أداء إعلامي جيد لتوضيح الإنجازات للرأي العام. في نفس الوقت هي في بينهم وبين بعض تكامل، وخصوصا ما بين المجموعة الاقتصادية. دي أحلامنا في الحكومة اللي جاية. طبعا التغيير مهم جدا، مرحلة حساسة بعد انتخابات رئاسية تكلم عنها العالم كله، في ظرف حساس في المنطقة. فهي حكومة شديدة الأهمية للمرحلة المقبلة وحجم الإنجازات اللي احنا عايزين نترجمها ونجني ثمارها كشعب. محتاجين وزراء على مستوى الأحلام، محتاجين وزراء على مستوى فكر الرئيس، محتاجين وزراء على مستوى الإنجازات اللي اتبنت بالعرق في خلال 10 سنين فاتت. طيب دكتور، لماذا ربطت الأداء الإعلامي بضخ هذه الدماء الجديدة أو كما تفضلت بوزراء الأحلام يعني على حد تعبيرك؟ لان هو الوزير مهم جدا ان هو جزء منه، ان هو يكون رجل دوله محنك له خطاب سياسي واضح. يعني احنا شفنا انجازات بتتم ما كناش بنعرف ايه اللي بيحصل فيه في اللي بيحصل فيها رغم ان هي تاريخيه، الا لما نشوف الرئيس بيتكلم عنها او بيفتتح حاجه. ده معناه ان الوزير محتاج يقول لنا ويطلع يقول لنا ايه اللي بيحصل على الارض. احنا شفنا مثلا بالنسبه لنا ملايين الافدنة يعني تم تعميرها واستصلاحها، بنفاجئ بيها لما بتفتتح اعمال عملاقه. في ملفات تمت في حاجات كتيره جدا، محتاج الوزير ان هو بالنسبه له يوضح انجازاته، يخرج يشتغل، نلاقيه موجود زي سياده الرئيس كده، ما هو بالنسبه له موجود دايما في مواقع الانتاج بيقول ايه اللي حصل. في نفس الوقت هو بيتعرض للاعلام لو في انتقادات او حاجه يرد ويسمع. احنا محتاجين وزراء على مستوى اللي تم على الارض. نعم. عنده حساسية جماهيرية، عنده حساسية سياسية، عنده حساسية للرأي العام، وفي نفس الوقت عنده حساسية توقيتات. وزير سياسي محنك ينفع يقول ينزل القرار ده في التوقيت ده ولا لا؟ فلازم يكون الوزراء. احنا لما بنشوف سيادة الرئيس بيطلع او بنشوف الملفات لما بنيجي بنروح معاه في زيارات او في حاجة، حجم الانجازات جبار، حجم التخطيط الاستراتيجي جبار، حصل في مصر نقلة كبيرة جدا في خلال 10 سنين، تفكير استراتيجي راقي، بنقل السياسات قوي جدا. عايزين الوزراء يكونوا على قد ده
وهم يحتكوا بالجماهير ويوروا لنا الشغل ده والتعب اللي حصل ده، فهو ده اللي احنا نحلمه في الحكومه القادمه وعايزين يشوفوا على الحقيقه. اشكرك دكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الاصلاح والنهضه.